ان اليوم الامين العام ما راضيش يخرج من منصب الامانه العامه، ولهذا جيش مجموعه عند الاخوات والاخوان جيش مجموعه، ولكن احنا ما غنفشلوش، غنجحوا المؤتمر. هذه معركه من المعارك اللي عشناها هذه السنوات السابقه، ويبدو ان اليوم البعض لم يفهم ان حان الوقت باش يكون تغيير داخل الحزب، حان الوقت باش دمقرطة الحزب، حان الوقت باش المناضل والمناضل يختار براسو، باش نجيو في الجلسه الافتتاحيه ويكون الجيش بهذه الطريقه. وحنا ولو ما متفقينش مع كلمه الامين العام، نوثقنا احتراما للمؤسسه، اليوم يبدو لنا ان الامين العام لا يحترم الاصاله والمعاصره، لا يحترم تاريخ المناضلات والمناضلين اللي اسسوا هذا الحزب. ولهذا اليوم انا شخصيا كمناضل، انا بيني وبين هذا السيد القاطعه انا كنقولها، هذا السيد لا يمثل الاصاله والمعاصره ولا يمثل البام. من يتحمل المسؤوليه فيما يوقع اليوم هي اللجنه التحضيريه. اللجنه التحضيريه منذ البدايه، منذ الاعداد للمؤتمر، وكانت هناك مجموعه ديال الخرقات وعدم احترام القانون الداخلي وعدم احترام القانون الاساسي. القانون الاساسي كان واضحا في الماده 41، 15 يوم قبل من انعقاد المؤتمر على المؤتمرين ان يتوصلوا ببرنامج ديال وجد والاعمال وبالدعوات. هناك من توصل بدعوه الحضور الى المؤتمر اليوم وهو يقطن في مناطق بعيده، كما انه تاريخ المؤتمر ومقر ومكان انعقاد المؤتمر لا تحدده اللجنه التحضيريه، كما انه هناك مجموعه ديال الانزالات اللي حاضره اليوم، هناك مجموعه ديال الاخوان انا اعرفهم شخصيا ماشي ولاد الحزب وما عندهم يعني علاقه مع الحزب، وبالتالي هناك محاوله ل يعني يمشيوا يعطيوا الامانه العامه لواحد الجهه معينه. انا كنعتقد بلي انه ما وقع اليوم هو مذبحه للديمقراطيه ديال الاحزاب السياسيه، وبالتالي انه الجميع يتحمل المسؤوليه وخاصه اللجنه التحضيريه. وانا اقول اللجنه التحضيريه، الامين العام تحمل المسؤوليه في كلامه. كيف يعقل لمن ترشح للامانه العامه ان يقول بلي انه هناك انصاب على رئاسه الامانه العامه سابقا المؤسسين ديال الحزب؟ كيف يعقل انه من تهجم على اماره المؤمنين ونحن الان في الدستور يتحدث عن اماره المؤمنين؟ الكلام ديال الوهبي هي اللي غادي دير تكذيب ماشي الامين العام، بمعنى اخر الاجواء والكلام ديال الحكيم بشماس انا معه جمله وتفصيلا وسمى الاشياء بمسمياتها، وحكيم بشماس مناضل اعتقل في سنوات الرصاص. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.